كابتن محمد عبد العظيم، اهلا وسهلا بحضرتك في 7 داي سبورت. اهلا وسهلا بك عبد الرحمن، كل سنه وانتم طيبين وتوفيق دايما. اولا يعني بهنيك على الاداء في عمان، وواحد من المدربين المشرفين، وطبعا انت من الناس اللي معاها الاي بروفيشنال، الشهاده يعني مش سهل اي حد ياخدها يعني. الحمد لله رب العالمين، يعني احنا كنا في عمان او في المانيا او في اي مكان بنشتغل فيه بنحط دايما اسم مصر قدامنا عشان دايما نشتغل في مصر، وان برضه بنعمل سوق كويس برضه للمدربين المصريين في الدول العربيه و أوروبية لسه يعني، بس إن شاء الله رب العالمين. أنا شايف اتحاد الكرة في الفترة الأخيرة يعني شايف كايجو بيعمل إيه، هو يعني هياخد فترة شوية إنما كخطوة إيجابية كويسة إن شاء الله رب العالمين. طيب أنت رايح عمان يا كابتن وفريق النصر عنده 7 نقط ما شاء الله دلوقتي، 27 نقطة، وضمن التواجد في مركز جيد في قبل نهاية الموسم كمان، فالطفرة اللي حصلت في الفريق ده بوجودك، وعايزين نشوف برضو الكورة في عمان عاملة إيه، طمنا كده يعني. والله الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقنا طبعا بمساعدة الجهاز الفني والإداري والطب يعني اللي موجودين معانا، الناس كلهم اشتغلوا على قدم وساق زي ما بنقول، واللاعبين يعني برضو اجتهدوا على قد إمكانياتهم الناس بصراحة والتزموا وقدرنا نعمل شغل كويس، وزي ما حضرتك تفضلت وقلت إن إحنا يعني قدرنا نحقق التارجت أو نحقق الهدف بتاعنا بدري كتير جدا، إنما طبعا كمنافسة على الدوري أو كأصل اللي هي سوري الاتحاد الآسيوي يبقى صعب شوية، إنما الناس يعني ناويين الموسم الجديد ان شاء الله رب العالمين يعني هيبقى في تغيير شويه، انما الحمد لله رب العالمين. طبعا نادي مصر اللي انا شغال فيه دلوقتي نادي كبير وذو شعبيه واداء طبعا جماهيره كبيره، فكلمني طبعا رئيس نادي مصر طبعا شخصيه جميله محترمه الشيخ عامر، كلمني انا على طول لما كنت ماسك هنا في نادي الظفار وقال لي يعني على المهمه يعني، فانا بصراحه يعني قلت له اوكي نشتغل، والناس تعاونت معانا واشتغلنا وحققنا طبعا اللي احنا فيه دلوقتي، فطبعا مش انجاز انما طبعا حاجه كويسه ان احنا انتشلنا النادي طبعا من الارفاع. طبعا انا زي ما انت قلت ان انا يعني جاري شويه بالدوري العماني، انا فعلا كنت شغال هنا في نادي الظفار والحمد لله رب العالمين عملنا مع انجاز، ده يعتبر بجد انجاز كان ان احنا خدنا بطوله الدوري بدون هزيمه الحمد لله، عملنا برضه ريكورد في مش عارف النقاط، خدنا معاهم كمان كاس الاتحاد، وصلنا الاتحاد الاسيوي ومن اول مجموعه، انما للاسف حصل موضوع الكورونا واتلغى الدوري يعني، انما الكوره العمانيه غير كده برضه مع مش عمان برضه كنت ناسي برضه قبل كده منتخب الشباب في بدايتي خالص، وعملنا معاهم شغل كويس جدا اسيا يعني الحمد لله رب العالمين. عمان جميله جدا، شعب راقي، شعب مؤدب محترم، الناس طبعا الكره يعني زي طبعا السعوديه والحاجات دي، بس هم محتاجين مشروع كويس يتعمل لهم، وان شاء الله رب العالمين هم عندهم الاستعداد في الفتره اللي جايه ان شاء الله يعني يعملوا حاجه كويسه ان شاء الله كابتن، ودايما موفق ودايما مشرف مصر يا كابتن. خلينا بقى نروح للنادي الاهلي وذكرياتك مع اول سوبر مصر في الامارات والتتويج بعد الفوز على الزمالك 3-2 في الوقت ده، فكرنا كده وقول لنا الاجواء كانت هناك عامله ازاي في اول سوبر. والله الحمد لله رب العالمين، يعني كنا فعلا كانت اول مره كاس السوبر تتعمل في الامارات ازاي، كان اول مره بره مصر اصلا كابتن. طبعا نعم كان اول مره السوبر يبقى بره مصر اصلا في الوقت ده، أول مرة في أول مرة في مصر وأول مرة في الإمارات بالظبط. وعلى فكرة يعني كان الجهاز طبعا كان الكابتن عبد العزيز عبد الشافي طبعا كان مدير فني طبعا قائم بأعمال مدير الكورة، وأنا كنت مدرب عام، والكابتن علي ماهر كان مدرب مساعد، والكابتن طارق سليمان كان مدرب حراس، ومعانا طبعا الكابتن محمد أبو العينة أحمال أحمال يقظة بدنية وأحمال، طبعا كان معانا جهاز طب على مستوى عالي وجهاز اداري طبعا زي ما حضرتك عارف الاهلي دايما طبعا شغالين كلهم في الطب ما شاء الله عليهم يعني طبعا يا كابتن. وانما كان النادي كان في ظروف للاسف كان في ظروف خاصه في المباراه دي بصراحه، ما قدر المباراه يعني كذا يوم، طبعا لو نفتكر كده مع بعض كان للاسف يعني طبعا النادي الاهلي كان في الموسم ده طبعا كان خسران الدوري وكاس وخرج من افريقيا، و قبل المباراه بحوالي 7 ايام بالظبط سمعنا ان في رحيل الكابتن فتحي مبروك
قبل المباراه بخمس ايام او ست ايام، وكان عن الوقت برضه كان في تجمع منتخب اول واولمبي، و واكتملنا بقى يعني الفرقه فعلا اكتملت في الامارات. يعني كان ماتش يوم جمعه اتجمعنا عملنا اول مباراه كامله الفرقه كلها، كان يوم اربع وخميس وجمعه. ثلاث ايام بس يعني قبل او يومين قبل الماتش تقريبا. ايوه يومين قبل المباراه الناس كانوا فريق اول كان تجمع بتاعه في افريقيا وجمعه الامارات والاولمبي نفس الكلام، دول الثلاث واتجمعنا الثلاث كلنا، وكان اول تمرين فعليا كان يوم اربع. وفي اليوم ده كان معانا طبعا في ناس كانت انتقالات جديده، كان ناس سايبونا اول مره كان يجي، كان اول مباراه ليه رامي ربيعه، كنا كان جاي من البرتغال، في احمد حجازي، في احمد الشيخ. فغير كده بقى ان ايفونا كان في المباراه دي سوري يعني في السيزون ده كان بدايه تألقه يعني او في التمرين الرئيسيه. ايوه في التمرين الرئيسيه هي كان يوم الاربعاء رجليه في الكاحل او انكل رجله يعني اتلغت ورمت ورم كبير جدا يعني، ولعب الماتش تقريبا يعني. اي لا لعب يعني. انما احنا قلنا مش هيلعب يعني، قلنا خلاص، انما لو ولد صراحه تحامل على نفسه وشد حيله وكان من نجوم المباراه. والحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا وكسبنا المباراه طبعا، يعني كان حدث جميل جدا طبعا. والاهلي دايما في الاصدقيه اي حاجه فيها نمره واحد يبقى دايما للاهلي، يعني اول مره تتلعب في الامارات الاهلي يكسب على طول. طب كلمنا كابتن عن الاجواء الجماهيريه في الامارات والتتويج في الامارات، الشكل العام بتاع البطوله في الامارات اختلافه عن مصر كان ايه؟ اولا يعني طبعا الامارات يعني او الاستاد بالذات يعتبر استاد عالمي طبعا. بالنسبه للجماهير يعني كان في ازاي النهارده اعتقد ازاي بكره يعني الجماهير هتبقى يعني مش عايزين نقول منقسمه يعني، انما يعني لا ان شاء الله ما فيش انقسام يا كابتن ان شاء الله يعني. لا انا قصدي اقول يعني الجماهير كان اهلي وزمالك يعني. ايوه فاهم حضرتك. يعني قصدي كده الدرجات كانت منقسمه يعني نص اهلي ونص زمالك، انما طبعا كان يعني النادي الاهلي كان كل حته ما شاء الله يعني جماهيره اكبر يعني ما شاء الله. طبعا نزلنا المباراه واحنا حضرتك عارف يعني احنا خاطرين دوري وكاس وافريقيا وكنا تحت ضغوط جامده جدا، اللعيبه نفس الكلام، الجماهير بصراحه من اول ثانيه لغايه اي اخر ثانيه وعمال يقول اهلي 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 كعاده جمهور الاهلي طبعا يعني. اول ربع ساعه اول ثلث ساعه عمر جابر جاب جول، وبعد كده برضه وعلى فكره شريف اكرامي في ضربه جزاء طلعها هي دي كانت برضه فارق يعني نقطه التحول طبعا بتاعت الماتش. نقطه التحول ايوه بصراحه 3-1 كنا ماشيين كويس جدا جدا، وكنا ممكن يعني نجيب جول، ويعني كنا يعني ضيعنا ساعتها مؤمن جاب الجول الثالث ساعتها، وساعتها ضيعنا هدفين، جون انتوي ضيع هدف وايفونا ضيع برضه من بره، كان ممكن جدا يعمل فيها كبيره لولا ان في رمضان طبعا كان في الوقت ده وقف على الكوره. فاكر احداث الماتش عمل تحول الناحيه الثانيه. نعم الحمد لله رب العالمين، انا في اي وقت طبعا تلقى دايما لعيبه النادي الاهلي، تلقى جماهير النادي في الوقت الصعب دايما تلقى ابناء النادي الاهلي موجودين يعني، والحمد لله ربنا كرمنا وخدنا البطوله. طيب شايف مواجهه بكره ازاي بين الاهلي وبيراميدز، وشايف مواجهه كولر وباتشوكا من على الخطوط هتبقى ازاي؟ يعني هو طبعا انا شايف ان شوف احنا دلوقتي النادي الاهلي بالنسبه لدوافعه النادي الاهلي يعني عايز يفوز بالبطوله في تثمير النتائج كده بتاعته، بعض الاصول طبعا اللي قبل نهائي افريقيا استرابه من الدوري العام، يعني انا اعتقد ان الدوري خلاص كبير ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله. واخد كاس الموسم السنه اللي فاتت، واخد كاس السوبر برضه اللي هو بتاع السنه اللي فاتت، استرب من الدوري، انما هو عايز ياخد كمان السوبر ده طبعا بالنسبه طبعا للنادي الاهلي او كولر يعني كولر برضه يعتبر فايز بالسوبر ودوري خلاص ان شاء الله رب العالمين، وان شاء الله كمان افريقيا ليه لا؟ ان شاء الله ان شاء الله برضه يعني مركز رابع كمان في كاس العالم، الحاجات دي كلها برضه هو بالنسبه له يعني يعتبر برضه عمل سي في كويس وعمل تاريخ لنفسه كويس في فتره قليله، الراجل شغال كويس جدا. بالنسبه طبعا بيراميدز يعني الدوافع اللي عنده او اهدافه طبعا عايز يفوز باول بطوله في تاريخه، خصوصا كمان بعد خروجه من الكونفدراليه، طبعا بعيد عن مسابقه الدوري العام
يعني خلاص يعني المنافسه بتبعد عنه شويه، خرج من كاس الرابطه يعني عايز برضه ياخد بطوله، وخصوصا ان هو كان من شهر لعب حوالي شهر كده تقريبا لعب النادي الاهلي بطوله خسر فيها. بالنسبه لباتشيكو كان برضه عنده كويس جدا، يعني عنده فكره كويسه جدا عن اللاعب المصري الكره المصريه، طبعا مسك الزمالك قبل كده خسران نهائي دوري الابطال مع الزمالك لما كان ماسك مع الزمالك، وخسر نهائي كاس الاهلي قبل كده. انا عايز اقول ان هو عنده فكره عن وبيتمنى ان هو طبعا يكسب اول بطوله تبقى باسمه. فان شاء الله رب العالمين يعني انا شايف ان كفه النادي الاهلي ارجع جمهور هناك ما شاء الله هيبقى بالنسبه يعني اعتقد جمهور بيراميدز. لا الاستاد هيبقى احمر، الاستاد هيبقى احمر كله بكره يا كابتن ان شاء الله. طبعا لسه محتاج فتره كبيره عشان عنده جمهور، انما النادي الاهلي فريق كل مكان بنروح وبنلاقي نادي جميل النادي الاهلي متواجد. الحاجات دي كلها تساعد النادي الاهلي، النادي الاهلي في النهائيات مع الجماهير الحاجات دي كلها لعيبته عنده خبرات يقدر يحسم البطوله في اي وقت. انما طبعا الماتش مش سهل، نتمنى طبعا التوفيق للفريقين. ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جدا يا كابتن على التواجد معانا على شاشه قناه النادي الاهلي، يعني شرفتنا ونورتنا، ودايما واجهه مشرفه لمصر في كل حته، سواء وانت لاعب بره مصر في الاحتراف العظيم اللي انت احترفته، او كمدرب كمان من الناس يعني الاسم كبير في عالم التدريب. شكرا لحضرتك كابتن عظيمه يعني.